قرطية بالفاكهة، مطبخ غدا محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده قرطية بالفاكهة. اي فاكهة عندك في البيت بقى، برتقال، تفاحية، موزاية، وعشان الفاكهة ما تسواش بديش نعصر عليها ايه، شوية ليمون كده، عصرة ليمون كده عشان ما تسمرش مني. انا بنقطعها الاول قبل ما نقدمها. عندي بقى كوباية سكر، كوبايتين دقيق، معلقتين نشا، نص كوباية مية، نص كوباية مية، معلقة جل محسن جل، معلقة صغيرة محسن جل، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وذرة ملح، وعندي 6 بيضات، وعندي الفانيليا، شوية فانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالبيض الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، 6 بيضات اهو، يكون بحرارة الغرفة. كنت مطلعاه من التلاجة قبلها بشوية. معايا فانيليا عشان زفرت البيض، عندي ذرة ملح، شوية ملح. مولع الفرن قبلها، بسم الله. هنزل بقى بالسكر، كوباية السكر، حاسه الجل
بقى بالدقيق. نشا شوية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. هولع الفرن، هولع الفرن. بس كده هيوصل قوامها. شايفين ده؟ ده الزيتون. شايفين بقى القوام بتاعها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنضربها نضربها لما ايه نوصل للقوام ده. نجيب الصينية أو حلة كيك أو صينية. يعني هنا زبدة من تحت كده أبيضة أهي. هنجيب ورقة خبز، ورقة وبكرة أهي، نقصها على قد الحلة. هنقيس ونقصها على قد الحلة. الصينية اللي تحط فيها مستحسن تكون الصينية اللي هتحط فيها الكيك تكون حرفها عالي، لأنها الزبدة بتاعتها اهي ورشنا الورق فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اللحوم بتاعتها برضه زبدة. نصبها بقى فيها، نغسلها فيها. نزلتها اهي. حاولي تسويها بقى كده.
ده خطته كده عشان بس كده مدخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة. حطها على الشبكة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى مع بعض الكريمة. حطيت كريمة اهيت. وقد كوباية لبن مثلج ونص كوباية سكر. كوباية كريمة اهيت. كوباية لبن تكون مثلج ثلاجة مثلج. نص كوباية سكر. قدرت تضربي بقى فعلا ما قلوة تتضاعف حجمها كده وتبقى كريمة. هنطلعها بقى من الفرن اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. شايفين بقى؟ اللهم صل على النبي. هنطلعها بقى من الفرن نغطيها على طول. تغطيها بفوطة على طول. اه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. الصباح نزلناها من على الصينية اهيت. كده بقى نشيل الورقة. ورقة الخبز اهي حطيناها لها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. دي سخنة لسه. المفروض نسيبها كمان لما تبرد خالص خالص براحتها. بس عشان التصوير بقى والحلقة. شايفين بقى؟ سامعين صوت اسفنجة دي؟ اسفنجة. اللهم صل على النبي. بس عشان ما تفرطش مني. أول ما تبرد بقى خالص تقطعيها، ما تقطعهاش وهي سخنة عشان ما تتفرفتش مني. ها. اللهم صل على النبي. ها. ها. شايفين؟ شايفين اللهم صل على النبي. جميلة. شكلها وريحتها طالعة جميل. قطعها بقى اتنين تلاتة اللي يعجبك بقى. تحشيها بقى كريمة من جوه. الكريمة اللي احنا عملتها معاكم دي هتحطها في التلاجة شوية كمان تبرد عشان نعرف نتعامل معاها عشان ما تتفرفتش مني. هجيب سكينة بقى منشار. ها ما عندك السكينه بقى توسعي لها مكان وتجيبي فتل وتقطعيها بالفتل. بسم الله الرحمن الرحيم. السكينه مشربه معلم حته عشان نرجعها بقى مكانها تاني عشان لما نحشيها عايزين لنا حته اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. شايفين بقى؟ بس سخنة، ما تتقطعش الا لما تبرد، تبرد خالص. الابيض اهي، الله. عايزة تقطعها ثلاثة ماشي، عايزة تقطعها اتنين، ريحة. هنجيب شوية شربات، شربات من بتاع الكنافة، شربات من عادة، كوباية سكر وكوباية مية وعصر ليمون. لازم تبرد معانا كويس خالص. عشان ما نتفرفتش. سخنة وقشرنا اللي جنب اهوت، نجيب الكريمة بقى اهي، احنا ضربناها مع بعض اهي ونحطها عليها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكريمة تحطها في التلاجة. بعد ما تضربيها عايزة تحطي قطع فاكهة بقى في النص، ده اختياري. حط، عايزة تعمليها كده والفاكهة في فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع من النص بقى، ابتدي بقى زوقيها بقى، اديها بقى كريمة، أي فاكهة عندك حطي لها. عايزة تحطي جوز هند اللي طرف، حطي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. شنو هي كيكة الفاكهة؟ يبقى أحط بقى فاكهة. الأولاد بقى بيحبوا يشكلوا بيحبوا الحاجات دي أوي، ديلهم بقى يعملوا أشكال بتعجبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا بقى من هنا وشيف، متنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. الله شكلها جميل، كفاية انها معمولة بيتي في البيت. اتفضلوا.